الفجأة المغربية ونسهل بالعناوين. الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لسائر أرجاء البلاد. الرئيس الجزائري يستقبل زعيم جبهة البوليساريو. وقف احتجاجي لعمال النقل الحضري أمام القصر البلدي في مدينة القنيطرة. زلزال يضرب بقوة 6.1 بإندونيسيا. ووفاة قيدوم الصحفيين خالد الجامعي. قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس تمديد مدة 3 أيام مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، وذلك لغاية 10 يوليو القادم، مع الإبقاء على كافة الإجراءات الاحتياطية المشار إليها سابقا. وفي الشأن السياسي، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء الماضي بزيارة المستشفى المركزي بعين نجاح للاطمئنان على صحة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بعد عودة الأخير من زيارة إلى جامع إسبانيا. وأثارت خطوة الرئيس الجزائري العديد من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تصدر وزارة الخارجية المغربية أي بلاغ بهذا الشأن. في الشأن المحلي، شهدت ساحة البلدية في مدينة القنيطرة يوم أمس الخميس وقف احتجاجي لعمال النقل الحضري المطالبين بإعادة إدماجهم في نفس القطاع. وتأتي هذه الوقفة في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ حوالي سنة ونصف، أي منذ توقف شركة الكرامة عن العمل. زلزال بقوة 6.1 درجة مناطق نائية قبالة سواحل إندونيسيا حسب ما أعلن مركز المسح الجيولوجي صبيحة اليوم الخميس. ولم تزل التقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالغة، مع العلم أن المنطقة تشتهر بنشاطها الزلزالي، أبرزها زلزال سنة 2018 الذي أودى بحياة أكثر من 550 ضحية. وطنياً، ودعت الساحة الإعلامي بداية الأسبوع الحالي الصحفي والمحلل السياسي البارز خالد الجامعي بعد معاناة طويلة مع المرض، ويعتبر الراحل من أبرز الصحفيين المغاربة حيث شغل منصب رئيس تحرير جريدة لوبينيون إضافة لعضوية لجنة تنفيذ ديار حزب الاستقلال. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. كانت معكم ماجد بن غازي من أخبار الفجر المغربية. إلى اللقاء.